حياكم الله، إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي مع انخفاض أسعار النفط عالميا إثر رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة، مما ينذر بحدوث ركود اقتصادي عالمي. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بمقدار 2 دولارين و62 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و10 سنتات، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 5 دولارات بما يعادل 4.22%. وأغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض بمقدار 4 دولارات و31 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و15 سنتا، وسجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 5 دولارات. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض أيضا بمقدار 4 دولارات و75 سنتا ليصل إلى 78 دولارا و74 سنتا للبرميل، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية كبيرة أيضا بلغت أكثر من 6 دولارات. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال الأسبوع الماضي ما يقارب $1 مليار، وبلغ المعدل اليومي لبيع الدولار 245,914,285 دولارا، مرتفعا بمقدار 1.86% عن الأسبوع الذي سبقه. وبلغ سعر بيع الدولار المحول لحساب المصارف الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار. قالت الغرفة المشتركة العراقية الإيرانية إنها تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. واعتبر رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية يحيى آل إسحاق اعتبر أن العراق سوق استراتيجي لإيران، وتوقع أن ترتفع نسبة الصادرات إليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن تصل المبادلات التجارية إلى 20 مليار دولار في غضون الأعوام القادمة. وأضاف المسؤول الإيراني أن العراق سوف يتحول خلال الأعوام العشر المقبلة إلى أكبر سوق اقتصادية لإيران. أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع إنتاج العسل في محافظة كربلاء إلى 145 طنا. وقالت الوزارة في بيان إن أعداد خلايا النحل التابعة للقطاع الخاص بلغت 19,000 خلية، وأن عدد النحالين المجازين بلغ 490 نحالا في عموم محافظة كربلاء، وأن الإنتاج المتوقع من العسل في محافظة كربلاء على الخصوص لهذا العام هو 154 طنا. ارتفعت أسعار الدولار إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما، وتراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم. انخفض اليورو إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما، والجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عاما، بينما ارتفع الدولار بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن المعدلات ستكون أعلى لفترة أطول. انخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI بنسبة بلغت أكثر من 2% إلى أدنى مستوياته في عامين تقريبا. وأغلق المؤشر ستوكس الأوروبي منخفضا أيضا والآخر بنسبة بلغت أكثر من 2% مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له في 3 أشهر. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.